السلام عليكم فتيات في قناة الوصفات الطبيعية والجمال، قناة وصفة سحرية، القناة التي تعنى بكل ما هو طبيعي مجرب وجديد في الوصفات. الوصفة السحرية لليوم هي وصفة تحت طلب إحدى المتابعات، وهي للتخلص من الرائحة الكريهة للمهبل التي تسبب حرج واشمئزاز للسيدات مع أزواجهن والكثيرات منهن. جربنا الكثير والعديد من الكريمات والأعشاب ولكن بدون جدوى. هذه الوصفة التي سأقدم هي مضمونة 100% ومجربة، فهي تعطر المنطقة الحساسة أو منطقة المهبل وبين الفخذين. يجب عليك أن تعرفي أن منطقة المهبل حساسة نظرا للإفرازات وأثناء الدورة الشهرية، مما يسبب تلوث وينتج روائح كريهة. لذلك عليك دائما تنظيف المهبل من 2 إلى 3 مرات في اليوم بالقليل من الماء والملح، فالملح هو معقم رائع ويقضي على كل البكتيريا، والتنشيف ضروري بمنشفة قطنية لأن الرطوبة تسبب تكاثر البكتيريا وبالتالي إنتاج روائح كريهة. وكذلك عليك سيدتي أن تقومي بتنظيف منطقة العانة من الشعر، لأن الشعر يعمل على زيادة التعرق وبالتالي رائحة كريهة كما قلت. سوف نقوم بتحضير وصفة للقضاء على هذا المشكل، وهي كما قلت مجربة ونافعة جدا، والكثيرات منكم سوف يعجبن بها ولن يتخلين عن استعمالها. مكونات الوصفة: نحتاج إلى حجر المسك الأبيض، كلنا نعرفه وكلنا لدينا في المنزل حجر المسك، ملعقة كبيرة من الفازلين، نحتاج إلى ملعقة من كبيرة من زيت الورد أو ملعقتين، زيت الورد هو رائع، ونحتاج إلى ملعقتين من ماء الورد. سوف نقوم بخليط سنضعه على حمام مريم. سوف نقوم الآن بالعملية، نحتاج فقط إلى إناء لوضعه في حمام مريم، نضيف المسك الأبيض، ملعقة من الفازلين، نضيف زيت الورد، ملعقتين من زيت الورد، ونضيف ماء الورد. ملعقتين أيضا من ماء الورد. سوف نضع هذا الخليط فوق حمام مريم حتى تتجانس كل هذه المكونات. كما لاحظتم فقد ذاب كل من المسك وكل المكونات، كما تلاحظون أصبح سائل. بعد أن ذابت كل المكونات كما تلاحظون المسك ذاب وكل شيء، يمكنكم أن تقوموا بهرس المسك قبل أن تستعملوه، في أي حال هو سوف يذوب على كل الأحوال. بعد ذلك نضعه في قنينة لديكم لنستعمله طبعا فيما بعد. هو ساخن، نتركه حتى يبرد، لأنه عندما يبرد سوف يجمد قليلا فيصبح مثل الفازلين، لأننا طبعا وضعنا فيه مسبقا الفازلين بهذا الشكل كما تلاحظون. بعد ذلك نتركه ليلة كاملة
حتى يبرد، وبعد ذلك نبدأ باستعماله بعد تنظيف المهبل جيدا وتنشيفه. فرائحة هذا الكريم زكية ورائعة، رائعة جدا، رائحة الورد والمسك ستخلصك من رائحة المهبل الكريهة. ولازم عليك فقط أن تداومي على النظافة والتنشيف لتستطيعي أن تستفيدي من هذه الوصفة. فإذا لم تكوني تنظفي وتنشفي جيدا فلن تستفيدي طبعا. المهم هو النظافة وكذلك التنشيف لكي لا تبقى الرطوبة في تلك المنطقة. إذا أعجبتكم الوصفة السحرية لا تنسوا لايك وانشروا الفيديو مع صديقاتكم ليستفيد الجميع، واكتبوا لي تعليق في مكان التعليقات، واشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد من قناتي بالضغط على الجرس. وإلى اللقاء في وصفة لاحقة إن شاء الله.